بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل المايونيز زي الجاهزة بالظبط، وهنعبيها مع بعض وهنشوفه وانتوا هتحكموا لو في حد حتى عنده طريقة أفضل، يعني نتواصل مع بعض أو يقول لنا في التعليقات تحت، احنا كلنا بنستفاد من بعض. تمام، أنا عندي هنا زيت أهو، وعندي أهم حاجة في الوصفة البيض، بيض وزيت وخل، وطبعا طبعا في بيض يبقى لازم خل. نسيت بس اجيب في الوصفة في المكونات يعني توم، فصين توم او فص توم. تمام، رشة ملح، هنملحها طبعا حسب الذوق بتاعنا. طيب دول كلهم كده هضربهم مع بعض بالخلاط ومعاكو او في الهاند بلندر. هننزل على البيضة بسرسوب رفيع كده من الزيت. تمام، وبعد ما نعقدها خالص هننزل بالخليط ده، وهنشوفه ايه الخليط ده هو اللي هيخليها شبه الجاهزة. هنشوفه ازاي احنا عملناه او مكوناته ايه. تمام، وخليكم معايا لاخر الفيديو. تمام كده انا حطيت البيضة اهي جوه. تمام، وهبتدي احط كمان رشه ملح اهو، او يعني انا ما ملحتش الخليط تاني، رشه ملح، وكمان رشه خل. تمام، تمام، وهنزل عليها بالزيت سرسوب رفيع. بس انا دلوقتي هحط الهاند بلندر هجهزه عشان ما اعملكمش صوت، فهفضل اضرب. تمام، احنا فضلنا نضرب البيض اهو لحد ما تماسك بالشكل ده. تمام، تمام، هنبتدي ننزل. تمام، هننزل عليه بالخليط اللي احنا قلنا عليه ده. الخليط ده عبارة عن ايه؟ مجرد نص كوباية مية، معاها معلقة نشا او معلقة ونص نشا كبيرة، وبنحطها على النار وتعقد، وبعدين نسيبها تبرد. ده اللي بيخليه شبه بالظبط بتاع اللي بتتباع في المحلات اللي هي الجاهزة. تمام، هننزل بكل الكمية، هحطها هنا عشان تصوير بس. هحط كل الكمية مع البيض اللي ضربناه، وهرجع لكم تاني. تمام كده خلصناها اهي، عايزة اقول لكم سمكها حابيها علشان نحطها برضو وتبقى عندنا على المأكولات، وهرجع لكم تاني. تمام، انا عبيتها في علبة الكاتشب اللي هي اللي انا غسليها ومجففيها وحطها في المطبية لحد ما بتنشف، وعبي فيها اي حاجة انا عاملاها زي الكاتشب بالظبط لما عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات. تعالوا نشوفه يعني لما نحطها في الطبق كده، ده الطبق اللي هو مكانه النشا. تعالوا نشوفه كده من المسح هيبقى ايه اهي. تمام، طبعا بنحطها على، هي طعمها زي اللي هي الكاتشب سوري المايونيز السوري بالظبط. صحيح، عايزه اوريلكم ان هي تقيله. تمام، والهنا والشفا. تماما، حابه اقول لكم ان كمان مع المايونيز ممكن نعمل عيش، نقطعه على رق واحد ونقطعه عشوائي بشكل عشوائي كده، ونحمره في الزيت. تمام، ونطلعه. انا ليه بقول لكم على كده؟ لان انا هعمل لكم كمان شاورما، فهنجمع كل ده، المايونيز والشاورما والكاتشب، وهنعمله فتة شاورما في الفيديو الجاي بإذن الله، انتظروني. بس فده من أحد مكونات الشاورما اللي احنا هنعملها، أو فتة الشاورما.
تمام. ادي العيش وبنرش عليه في الاخر رشه ملح، هو بيبقى مقرمش، بصوا بيبقى مقرمش طعمه لذيذ جدا. تمام، في حابين تعملوه حتى بيبقى زي المقرمشات كده. تمام خلاص، ولو حابين اي وصفه او حد عنده يعني الطريقه بشكل افضل، احنا مع بعضنا بنتعلمه من بعض. تمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.